الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عضو البورد يعني المجموعة اللي تتسير التحكيم في إفريقيا إلى بغينا نتحدثوا على على المستوى ديال التحكيم ما خصناش نتحدثوا عليه في هذه الفترة لماذا لأنه حضرت عدد كثير من البطولات المستوى ديال الحكمات اللي في هذه البطولة عرفوا شيء جديد اللي هو تدخل ديال تقنيات الحكم المساعد بالفيديو أه ساندت الحكمات ولكن اللي بان هو انه كاين امكانيات ديال الحكمات ديال الحكمات هناك استثمار في العنصر النسوي في افريقيا أه تدارب ولات مكتفه على سبيل الذكر فقط ولا على سبيل الحصر وانه في المغرب يعني اسبوع ديال الاستعداد لهذه الدوره تقنيات الفار يعني امكانيات ديال الاتحاد المغربي في هذه الثوره موجوده سواء في التكوين يعني كان تكوين آه اللي في القاعه بسيميلاتور ديال الفار وكان تكوين مع اللاعبين مجموعه ديال اللاعبين آه بملعب البريد بالملعب البريد يعني كان وهنا في هذه الايام تمت المصادقه على هذه الحكمات لانهم اللي جاوا المغرب كانوا المغربيات فقط هما اللي عندهم الرخصه ديال الفار فاتحه وبشرى كربوبي فاتحه جرمومي وبشرى كربوبي وكانوا بعض الحكامات اللي تيشاركوا مع كاس العالم الان اربعه الحكمات اللي كانوا ولكن تمت الاستعانه بـ بعنصر بشري اللي تيدير تقنيه ديال الفار كاين جوج من مصر جوج من المغرب واحد من الجزائر وواحد من ليزير موريس أه، الان غادي ندخلوا لشيء من البطوله اللي غادي يلعبوها غير الحكمات المتميزات في الدور الاول يعني تيكون ترتيب تيكون تنقيت أه وبصراحه انه اشتغلنا كثير مع مع العنصر النسوي في المغرب بنفس البرنامج اللي تيشتغل عليه الاتحاد الدولي وبنفس البرنامج اللي كتشتغل عليه الكاف الان الحمد لله وصلنا لهذا الفتره وما تفوتنيش المناسبه على انه نهني الطاقم والفريق الوطني المغربي اللي اللي مشارك في التظاهره اللي فعلا بين على المجهودات اللي اللي دارت معها لانه تجتهد تتعيا ولكن لم ما النتائج لا احد سيتحدث عن المجهودات ولكن هذه النتائج اللي جات وانه رجعات ثقه كثيره للفتيات اللي تيلعبوا كره القدم داخل الانديه وداخل الفرق الفرق الوطنيه فكما قلت لا يمكن المقارنه لماذا لانه ما عندكش واحد واحد الحاجه اللي غادي تقارن بها فكانوا البنات تيلعبوا كان العدد منهم تيرسبوا في الاختبار البدني اللي هو تيكون دائما قبل ما يوصلوا هاد البنات لهاد الدوره كانوا جوج تدريب في مصر ولكن التدريب اللي حسم في المشاركه ديال هاد البنات هو اللي مر في المغرب واللي تمت المصادقه عليهم في تقنيه الفار